تتصارع سبعة فرق على البقاء، الطائي، التعاون، الفيصلي، الرائد، الباطن، الأهلي، الاتفاق، اثنين من سبعة سيودعون. من هؤلاء السبعة الفيصلي الذي يحل ضيفا على الهلال الليلة، واحد هؤلاء السبعة الباطن الذي يحل ضيفا على الاتحاد، ومن بين هؤلاء السبعة هو الأهلي الذي يحل ضيفا على الشباب في ليلة الحقيقة، ليلة الحقيقة، ليلة الذهب والدموع. 90 دقيقة تفصل الهلال عن الدوري 18، 90 دقيقة لوضع قطعة ذهب جديدة في صفوف الهلال. إذا ما أراد ذلك فعليه أن ينتصر في مباراته في هذا المساء أمام أحد المهددين بالهبوط. يا له من عزف منفرد ومشهد أخاذ مثير للإعجاب، لم يسبق لي أن رأيت مثله في ليالينا الكروية. والصراع على اللقب والبقاء، الهلال في مباراة اليوم، المعيوف في حراسة المرمى، البريك وسعود عبد الحميد وجحفل يعوضان غياب جانج والبليهي، على الشمال ياسر الشعراني، عبد الله عطيف واندري كاري وسلمان الفرج وميشيل سالم الدوسري، وفي المقدمة إيجالو. هذه قائمة البيج رامون في مباراة اليوم. في المقابل اليوناني مارينوس أوزونيديس، الرجل الذي يريد أن يستعيد أياما كان فيها شاموسكا خالدا مخلد مع الفيصلي. الهلال يحتاج الفوز على الفيصلي ليتوج رسميا في اللقب ويتوج بالدوري بعد عودة تاريخية، عودة إعجازية، عودة لا تصدق، عودة قلت من أين جاء هذا الهلال؟ لا أملك أي فكرة على الإطلاق. مصعب الجوير، كنو، عبد الإله المالكي، نتكلم عن فريق كامل بالنسبة للأزرق في هذا المساء، لكن نعتمد على خط الوسط. التقدم الآن حاضر عن طريق ميشيل، 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 جول، جول، جول. لا ينثني، لا ينثني عن مبتغاه، بطل بعزم لا يليق. الله يا زعيم، الله يا إيجالو، شيء من الهلال، كثير من الجمال. الناصر إيجالو ينقض، ينقض الآن. النصر سد الجناح وطار بروح هلالية، سد الجناح وطار بروح هلالية، بروح هلالية، روح أعادت فارق 16 نقطة لتحقيق اللقب. روح الزعيم، روح الهلال، يا لها من أجواء، يا لها من لحظات، يا لها من قصة، من قصة. لقد تبقت هذه اللقطة. وعلى ذلك قال إيجالو: سنستمر بالقتال الذي بدأ منذ 3 أشهر، لقد كنا متأخرين 16 نقطة. إنه يقاتل، يقاتل، والكرة تصطد. المعيوف ميشيل يتحرك للأمام، يستمر، يرغب بحسم الأمور مبكرا. الله، 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 إي والله، إي والله، اللاعب البطل هو الذي يعطيك أقصى ما لديه، هو ميشيل. ميشيل تقدم في هذه الكرة، لكن هشام فايق بهذا الرقم، لكن الآن، الآن، الآن تصل من جديد، ترسل الكرة خطيرة، جول. يا البريك، تدخل، تدخل الموسم ولقطة إنقاذ لقب الدوري.
محمد البريك. شوف العرضية ورغم الفارق البدني لكن البريك عاد في التوقيت المناسب لجروهي، لكن المصطفى ملائكة استقبل هذا الهدف. لم تبقى شباكة نظيفة. إيجال الذي قال سنستمر بالقتال منذ 3 أشهر ونحن نقاتل ونقاتل. لقد كنا متأخرين ب16 نقطة، نحن سنكون الأبطال وسأسجل. لقد سجل ولقد رقصت هذه بحب تنامى من سنين الطفولة، فقفزت وصفقت خيال. يا عالم خيال، هذا هو الهلال، وشيء من الهلال كثير من الجمال، شيء من الهلال كثير من الجمال. تب الدوري يا اتحاد، هذا محال. هذا الجمهور الغفير وهذه القوة الزرقاء، البلو باور بقيادة عفيفي. الآن التحرك، الله الله الله، سالم مرة أخرى بأهداف الأسطورية قد يظهر. سلمان يسدد، الكرة بتوصل. بهكذا جمهور يحقق الهلال أعظم عودة. يريد أن يقول شيئا ورأيا آخر الآن، ليس لأجل الاتحاد بل لأجل أن يبقى. كرة إليه قالوا الله الله يا هلال، الله يا زعيم، الله يا أزرق، القمر الأزرق الآن يتدخل في هذه اللحظة. أحمد عسيري في الإيقاف لهذه الكرة، يعلو يعلو الآن الفيصلي، خطيرة. البريك البريك، تدخل تدخل بلا توقف بلا بريك. الهلال باتجاه اللقب الإعجازي بهذا التدخل ما بين البريك والمعيوف. البريك أمن أمن في الإنقاذ قبل أن تصل. الآن 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 ترسل وبقبضة اليد من مصطفى ملائكة. شوط أول، الهلال يتقدم عن طريق إيجالو، ولكنه اليوم أمام الهلال حافز من وليد الأحمد. 45 دقيقة فيها نبضات القلوب وفيها الأنظار والأبصار تتجه هنا وهناك وهناك وهناك. أحمد عسيري يتقدم أمام إيجالو، لمسة من جديد. جميزي يتحرك الآن، الله على انطلاقة. جميزي يتحرك وفرصة والإيقاف ظهر من الثعبان. الفيصلي يفكر بالتقدم، يتحرك أكثر وأكثر. جميزي الآن خطيرة والإيقاف من سعود. عادت الكرة وتسديدة تعدل العارضة. ركلة مرمى للهلال من أمام هشام فايق. بهذه الكرة تنفس الزعيم الصعدة. أجواء بهذه الكرة العرضية وبهذه الانطلاقة كانت للجميزي. الكرة الأخطر بالنسبة للهلال. كاريو انطلاقة عند ميشيل، ميشيل ميشيل يتقدم. الله، يا لها من انطلاقة، يا لها من انطلاقة. يعجبك 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 يعجبك. البناء يمر بعبد الرحمن الدوسري. تأخر 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 تأخر. أوه، كانت قوية من إسماعيل سيلفا لكنها اعتلت العارضة إلى خارج أرضية الملعب. الفيصلي فريق الذي للأمانة لقب الذي ذهب للنصر، وأما البقية هي للمعيوف وفريقة. ميشيل يتقدم الآن، التحرك حاضر. شوفوا كاريو
يقدم أدوار ساتر دفاعي وصانع ألعاب وجناح. ميشيل الآن، ميشيل، الله البطل هو الذي يعطيك أقصى ما لديك. ميشيل يعلنها، ما يراه الجميع مستحيلا يستطيع فعله الهلال، يستطيع فعله ميشيل، يستطيع فعله إيجالو الزعيم 18. إعجازي يا زعيم، أسطوري يا زعيم، تاريخي يا زعيم، خيال يا عالم خيال. الله على ميشيل، ميشيل نقطة من نقاط التحول في العودة التاريخية للهلال. عودة ميشيل، عودة إيجالو، عودة رامون دياز، عودة الهلال الأسطورية، عودة أسطورية. أسطوري يا هلال، أسطوري يا هلال، أسطوري يا زعيم، تاريخي يا زعيم، إعجازي يا معيوف، إعجازي، إعجازي، اللقب الإعجازي يعلن الزعيم 18. يفرط في وجبته، خروج لعبد الله عطيف ونزول لناصر الدوسري ذو 23 سنة، يقترب من تحقيق اللقب التاسع وهو بعمر 23 سنة. إنه في الهلال وإنه مع هذا الجمهور العظيم. عندما اعتقدوا وهو في المركز الرابع أن لا يعود، يعود الآن، يعود الآن بورقة الرابعة وبالبديل دا سيلفا، ينجح بالتسجيل في هذه اللحظات. شوف الانطلاقة كانت من كابي، والعرضية والراسية، الله يا عناب ستير، الله من عودة، الله على كرة ارتقى لها بورقة الرابعة، يدفع بها مارينوس لتضرب بالراس وتهز الشباك، وصارت 2-1، 2-1 للإثارة بقية، للمتعة بقية، لعشرين دقيقة باقية من عمر المباراة، متعة وإثارة وانتظار وترقب بالزيادة العددية داخل الصندوق، الكل يترقب والكرة بترسل وبالراس تعتلي العارضة من وليد الأحمد، حاول في هذه الكرة ذهبت سليمة إلى ركلة مرمى لمصلحة الهلال. الكل يراقب الوقت، يراقب الساعة، ركلة مرمى لمصلحة الهلال. ماريجا يستعد للنزول في هذه اللحظات، مكان هداف الدوري، هدفين في ليلة الحسم و22 هدف في الدوري، 24 لهداف الدوري في هذه اللحظات. نزول لموسى ماريجا، الشيخ موسى يستعد للنزول، كذلك حمد اليامي يستعد للمشاركة. اللاعبين الشباب في الهلال كان لهم دور، مصعب الجوير أحد الغائبين كان له بصمة، شاهدون الآن حمد اليامي، كذلك ناصر الدوسري، وما هدف في نهائي القارة أمام اليوناني أناستاسيوس سيدرو بولوس الحمدان. الهلال جاب الذهب، ميشيل صنع جولين، صنع جولين
يستسلم، سلمان لا يستسلم، سلمان، سلمان لا يستسلم، سلمان لا يستسلم، حط الكرة، حطها الهلال، حسمت، احتفل، لا، لقد ضاعت يا سالم، لقد ضاعت، ضاعت كرة الحسم، كانت تنهي الأمور وتنهي ما تبقى من أعصاب ومن أمل للفيصلي. الفيصلي الآن يبادر ويتقدم ويحاول، تبدو خطيرة لدينا الكعبي الآن في الجانب الأيمن، الكعبي يتحرك والكرة بتوصل على طول لدى الصيعري، يتقدم والكرة في الجانب الأيمن عالية والمعيوف خطيرة، الله على الإنقاذ، لقد أنقذها جحفلي، أنقذها جحفلي من قلب المرمى، سيكون الإنقاذ التاريخي الأسطوري لو مرت بسلام، إن لم يكن شيئا فيها سيكون هذا الإنقاذ يا جحفلي، إنقاذ اللقب والإنقاذ الأسطوري والإنقاذ الإعجازي، الإنقاذ من من كان، من ياسر الشعراني على الذهب، حتى الرمق الأخير سيتجه للفي اي ار، سيتجه لتقنية الفيديو، هذا اللي يخوف الهلالية الآن، وهذا الذي ربما يكون فيه خبر، اللقطة ما كانت واضحة في الإعادة الأولى، هل أبعدها كاريو أم كانت في جحفلي؟ هل تكون ركلة جزاء للفيصلي أم تكون هي ضربت في كاريو ثم اصطدت بعد ذلك في جحفلي؟ جحفلي يضم يده على صدره، حالة صعبة في لحظات صعبة وفي لحظات لا شيء فيها، لا شيء فيها، أعلن اليوناني أناستاسيوس سيدروبولوس، لا شيء في اللقطة الماضية، لا زالت في أرضية الملعب على طول، سلمان مصاب ولا زال في أرض الملعب يقاتل ويقاتل ويقاتل داخل الصندوق، يركض وهو بقدم واحدة والمعيوف يتدخل، يا راعي المعروف، ما تبقى جمايلك، ما تلحق، ما تلحق جمايلك، ما تلحق جمايلك، للهلاليين لا أنت ولا سلمان الفرج، الهلال الآن في الرمق الأخير أقرب لأن يكون بطل، خطأ على تفريس لصالح المعيوف، الهلال يقاتل، هل عرفتم الآن لماذا عاد الهلال هذه العودة التاريخية؟ القتال، القتال، الهلال لا يستسلم، الهلال يقاتل، وقلنا لا تأمن الهلال حتى صافرة النهاية، بل حتى تغلق التلفاز، لا تأمن الهلال، الهلال يقاتل ولديه جمهور عظيم، الهلال هو الزعيم الأبدي، الزعيم الثامن عشر، اللقب الإعجازي الأسطوري التاريخي، تاريخي يا هلال، أسطوري يا زعيم، إعجازي، إعجازي يا رامون، إعجازي البيج رامون، بفارق 16 نقطة طلبوه فلبى النداء ليعود في أعظم عودة في تاريخ الدوري السعودي، وأعظم عودة ربما في تاريخ الدوريات، فارق 16 نقطة، هذا الهلال لا ينثني، لا ينثني عن مبتغاه، بطل،
بعزم الليالين. هنا الهلال، هنا الهلال، مجد تليد لا يطال. يا لها من لحظات الفرح، فرح أسطورية، الدوري الثالث على التوالي تاريخيا بنظام النقاط يصل أولا ويفعلها. الدوري الاستحقاقي لهذا الفريق الذي آمن بأن لا يستسلم. لقد اعتقدوا أن الهلال قد مات، خرج من قبره، ما زالوا يقولون أنه حظ وأنه محظوظ. سيكون عليهم الوقوف في قائمة المعاناة، بما أن الهلال يعلن دائما أنه على قيد الحياة وأنه لا يستسلم. الهلال دائما مندفع بشدة نحو الذهاب. سلمان الفرج هذا القائد وهو مصاب يقاتل، المعيوف يفعلها، الجميع يعانق الجميع ويبكي. هذه حالة الطرد التي نالها حسين سالم لاعب الفيصلي، وربما هذا يعني طرد الفيصلي من الدوري لا أعرف على مستوى النتائج، فالنتائج لا زالت في هذه اللحظات. ربما لو منحتوني بأن توافوني، يا لها من ليلة أسطورية لدوري أسطوري. فيه هذه اللحظة هي الأعظم في تاريخ الدوري السعودي. الزعيم 18 والبطولة تتزين من 65 بالنسبة للهلال. هم الأبطال، هم الهلال، هنا الهلال، مجد تليد لا يطال. هنا الهلال، فخر الزعامة والرجال.